السلام عليكم. هاي الجزء الثالث من محاضرات الطب العدلي. نبدأ بالتعريف الموت أو موضوع الموت وعلاماته. هاي المحاضرة والقادمة راح نتكلم عن الموت وعلامات الموت. فنبدأ بتعريف الموت. ما هو الموت؟ بصراحة قبل كان اختلاف، إنه بعضهم من يقول هو توقف التنفس، وبعضهم من يقول توقف القلب، وبعض من يقول موت الدماغ أو توقف الأفعال العصبية. بس بسبب وجود البيس ميكر اللي تعرفون نبضات للقلب، بسبب وجود الفنتليتر، فصار اختلاف إنه شخص ميت دماغه وهو حاط يجعل الفنتليتر، هذا يعتبر ميت لو حي ودماغه ميت، قلبه ما ينبض حطه له بيس ميكر، هو البيس ميكر ده يشتغل مو يعني فعالية جسمه الطبيعية. فصار تعريف الموت عندنا هو ما يحل بالكائن الحي بسبب التوقف الدائم، دائم اللا عكسي، يعني irreversible changes اللا عكسي، هي أجهزة الجسم الحيوية الرئيسية الثلاث اللي هي جهاز التنفس وجهاز الدوران والجهاز العصبي. لهذا بعلامات الموت راح ناخذ علامات موت الجهاز التنفسي وعلامات موت الجهاز الدوران وعلامات موت الجهاز العصبي. أكو هذا نسميه الموت الصوماتيك ديث فيتشرز أو الساين أو العلامات الموت اللي نقصد بيه شنو، علامات الموت الجسماني أو يسموها كلينيكال ديث أو السوماتيك ديث. عندنا الموت الخلوي السيلر، يعني الأبوتوسيس أو النكروسيس، دي يصير النكروسيس دي يصير. شنو معنى الموت الخلوي؟ تعرفون الخلايا تموت، يعني يحدث فيها الموت بعد نص ساعة تقريبا حتى نشوف التشينجز اللي يصير بالسيلز. فحسب أكو خلايا جلدية تطول يجوز ساعة وساعتين، المصل تطول ساعة وساعتين، وهذا يصير بالتورنيكا يلا يصير بيه نكروسيس. فالموت الخلوي نقصد به هو الموت داخل الخلية، سواء في داخل جسم الكائن الحي بعد بالحياة، سواء واحد يجوز شخص يعني مريض يصير عنده مايوكارد انفاركت يبقى بالحياة، الخلايا العضلية بالقلب راح تموت جزئيا، جزء منها جزء من عضلات القلب يموت، أو واحد عنده سي في اي جلطة بالدماغ، فمنطقة بالدماغ راح تموت بس الإنسان حي. فهذا نسميه موت خلوي، موت الخلوي. ويختلف اختلاف التشو النسيج، نوع النسيج، يعني الجلد يختلف عن العضلات، والعضلات تختلف عن عضلات القلب، وعضلات القلب تختلف عن الخلايا العصبية، الخلايا العصبية أسرع الخلايا وفاة. نيجي على الموضوع المهم هو موت الدماغ، موت الدماغ يعني brain death، brain death بثلاث مصطلحات، ثلاث مصطلحات. أول شيء موت قشرة الدماغ brain cortex، تعرفون بها الفعل الحسية الإرادية يعني عادة. وعندنا موت جذع الدماغ brain stem اللي بي respiratory center وبي center مال circulation ومركز مال respiration. وعندنا موت الدماغ الكامل both of these، يعني قشرة الدماغ مع جذع الدماغ. هذا يهمنا يعني شلون إذا شخص مات عنده قشرة الدماغ بس بقت عنده جذع الدماغ إلى حد معين، لما يصير يعني هذا يقدر يعني يصير عادة متكررة بالحوادث وبالسي في اي وبالهيد تروما، الشخص يظل ساعات أو أيام أو حتى شهور وهو عايش على الفلويدز، حطوا له نازوغاستريك تيوب ان جي تيوب واي في فلويد ويظل عايش عليها ويتحول إلى ما يسمى بالحياة النباتية، يعني طب أكل وهو حالة ساكنة، حالة ساكنة بدون وعي. بس لما ينضرب عندنا وراها البرين ستيم راح يبدأ عندنا مشاكل الريسبيريشن، مشاكل السيركوليشن. فبهذه الحالة يجب التقرير هل هو هذا موت سريري أم لا يزال قابل ممكن يعود للحياة. وهذا يقرر وراها أنه ممكن ننقل أعضاء، لا ممكن ننقل أعضاء. وهنا أنا أكو فلسفات داخلة بالموضوع، ويعني قضايا تشريعية قانونية، قضايا شرعية، قضايا اجتماعية. المجتمعات لا تزال يعني تطلب البلوغ أو النضوج في تقرير قوانين واضحة في هذا المجال، أنه شخص متى إذا كاتب بسيطة أنه أنا إذا متت وصلت مرحلة clinical death أنا مستعد أتبرع بأعضائي. فهذا لما يقرر يعني الموت السريري ممكن يشيل الكلمات المتبرع، الكورنيا مالته، أي عضو ممكن يتبرع به، فعليه اختلاف. ولهذا أكو عندنا تشخيص الموت الدماغي يعتمد من الستينات على معايير هارفارد.
هارفارد سكور أو هارفارد يعني معايير هارفارد لتقييم الموت السريري، موت الدماغي. تشمل هي شنو العلامات الموت الدماغي؟ الغيبوبة العميقة اللي هي الديب كوما، ديب كوما. العلامة الأخرى هي عدم الاستجابة للتحسس، الإيلام والإدراك الحسي، يعني ماكو عنده reflex for pain ولا عنده responsive لما تحكي وياه ما يستجيب، ما يشوف، ما يحس بالحرارة، ما يحس بالبرودة، gag reflex، كل المعك ها وراه يفقد انعدام المنعكسات، سواء الكورنر reflex والبيبر reflex والgag reflex والtender reflex، كل هذه تنتهي. هاي سموها معايير هارفارد اللي تعين موت الدماغي. ضافوا له أكثر بعد وبعد فترة اللي هي الإي إي جي، تسطح مخطط الدماغ الكهربائي اللي هو الإلكترو إنسيفالوغرافي، الإلكترو إنسيفالو أو إنسيفالوغرافي يعني تخطيط، جهاز تخطيط الدماغ. هاي يصير تسطح بال، هو نفس شلون عندنا الموجات مال القلب الإي سي جي مال القلب، هذا الإي إي جي مال البرين تسطح كلها، يعني ماكو نبضة أو شبه تسطح، مرات تبقى نبضات بسيطة التي لا يعتد بها. وبعد عندنا الفحص الاخر اللي يضيف هو توقف الدوره الدماغيه لما يسوون سيربرو انجيوغرافي، يعني الاشعه ملونه للاوعيه الدمويه بالبرين، يلقوها واقفه او حركه بسيطه موضعيه مثل شلون شيء يخض بمكانه. فهذه علامات مهمه لتاكيد الموت الدماغي. موضوع مهم وراح يطول يعني هو تشخيص السرير، تشخيص الموت، تشخيص الموت أو علامات الموت. عندنا أول شيء راح نبدأ بعلامات الموت الظنية أو الاحتمالية أو الفورية. هي الفورية راح تصير، سواء قدام وقع هذا مات، لو ما مات يجوز خرب، يجوز فقد الوعي. لو مات شنو العلامات اللي نستخدمها حتى نأكد إنه هذا توفى؟ ليش نسميها ظنية أو احتمالية؟ لأن هي نفس هاي العلامة نشوفها، ممكن نشوفها بعارض مرضي، بعارض مرضي، لهذا لازم بعضها يعزز بعض، بعضها يعزز بعض، لأن مو سهلة واحد أنت تقول له ميت هو بعده بالحياة، وراح نحكي بعد شوية. العلامات راح نأخذ ما قلنا، هي عرفنا الموت هو التوقف الدائم اللا عكسي لأجهزة الجسم الثلاث، الجهاز العصبي وجهاز الدوران والجهاز التنفسي. نجي أول شيء على الجهاز التنفسي، علامات توقف الجهاز العصبي، علامات توقف الجهاز العصبي اللي هي أول شيء تعطل عمل الحواس كانعدام النطق وشخوص العينين وانعدام المعكسات القرنية والحسية، هاي قلناها قبل شوية وأعتقد مفهوم ماكو داعي أعيدها. شلل العضلات الإرادية، يعني هو واقف صار عنده شلون بارلايزد رأسا، وقع يهوي ساقطا على الأرض يوقع، هذا ليش؟ لأن صار عنده شلل بالعضلات الإرادية، وتظهر عنده رعشات يعني عضلات البطن، عضلات الصدر، إيديه، رعشات. ثالثاً حلول الرخاوة العضلية ابتدائية في كافة العضلات الإرادية والملساء. هنا لما جت الملساء راح يصير عندنا سفنكتر، صار عندنا بروبلم، هذا الشخص راح يصير عنده incontinence، سواء عنده urine incontinence مو بسبب contraction of the bladder، لا، لأن السفنكتر ارتخى فيصير خروج، يعني oozing of the fluid of the oozing of the urine، يطلع النضوح البول من المخارج الجسمية، مخارج البول يعني. بعدين خروج محتويات المعدة، مو بروجكتايل، يعني ما يندفع بعيدا لأن ماكو تخلص، بس مجرد يسيل، لأن سفنكتر مال الإزوفاجيال سفنكتر انفتح، فيطلع المحتويات مال المعدة ذا به شيء تطلع برا من الحلقة تبين. خروج الغائط نفس الشيء، خروج وليس ديفيكيشن، يعني هيك يعني شلون مو عصرة وإنما نضوح سيلان. غيبوبة دائمة عميقة، هاي كلها علامات توقف الجهاز العصبي ومن علامات الموت الاحتمالية الأولية. نجي على جهاز الدوران، احنا عادة نفحص النبض، فانعدام النبض الكعبري راديال بولس ماكو، ولا حتى الجوجلر ولا غيره، ولا الراديال ولا غير، ولا الكوبيتال، كل ذني يقفل. غياب اصوات القلب، عادة ما احنا نحط اذن الطبيعي على الصدر يسمع ضربات القلب اذا ما عنده سماعه، واذا عنده سماعه هم راح يسمع القلب. شحوب الاجزاء العليا، لان الدم راح يصير بيبول، ماكو هارت، ماكو كارديا، يعني ماكو بامبينج اوف ذا بلاد، فالدم راح ينزل جوه فيصير عنده شحوب في الأجزاء العليا إذا كان قاعد أو واقف أو مسنود. العلامات اللي تصير بالجهاز التنفسي تقريبا عندنا علامة مهمة اللي هي شهقة الموت. شهقة الموت هي عبارة عن شهقتين متتالية بدون زفير، شهقتين بدون زفير، يعني يسحب نفس مرتين بس بدون يطلع، يعني شلون اسمعوني بالله، هذه شهقتين عادة ممكن تشوفها بالأفلام، شهقة واحدة يطلعها بالأفلام عادة، بس هي في الغالب تكون شهقتين بدون فاصل بدون زفير، فهذه يسموها شهقة الموت.
وبعدها تصير تقلصات وشاقات متتالية أو متكررة متباعدة إلا أنها تختفي نهائيا. هذه العلامات السابقة تسمى العلامات الظنية للموت مثل ما قلنا. أكو فحوصات ممكن تأكد، لأن كل هذول العلامات اللي حكينا عليها والفحوصات ممكن تصير بالشخص اللي هو مو متوفي، فممكن عندنا فحوصات تأكدها. نعم عندنا فحوصات تأكد ذلك، مثل عندنا اختبار وينسلو. وينسلو يجيبون غلاس أو قناع زجاجي عادة يكون شفاف، وإذا يكون حط بي بيبسي أو في شيء حتى يكون ملون بعد أفضل، تحطه على المنطقة الشرسوفية يعني الإبيغاستريك تين يسمونه الشرسوفية، فحطه في أعلى بين يعني هون الزيفستيرنوم تخلى بياناتهم هنا، وهو الجثة مستقرة أفقيا. فإذا أكو نبض مال القلب راح يبين مستوى الماء يرعش يقوم يرجف المستوى مال الماء، لأنه أكو ضربات مال القلب. وإذا أكو نفس هم راح يقوم يتحرك الماء بمستوى سطح الماء، راح يكون يعني متغير بسبب حركة الرئة أو حركة القلب. هاي يسمونه اختبار وينسلو. اختبار إيكارد يجيبون يزرقون فلوريسين وبيكربونات الصوديوم خلية بالماء ويحطوها سبكوتينياس. إذا الشخص بالحياة راح يصير تفاعل، إذا الشخص حي راح يتحول إلى لون أصفر مخضر. الشخص الميت لأن ماكو عنده بلد ما راح يكون يعني فما يصير عنده تفاعل، يبقى ما يظهر عندنا اللون. فإذا ظهر اللون الأصفر المخضر معنى هذا الشخص لا يزال على قيد الحياة. اختبار ماكس، هاي صورة تقريبية طبعا، لأن دور الصورة اختبار ماكس دورته بالإنترنت ما يطلع عندي. هو شو يسوون بهالمنطقة؟ نجيب خيط ونلفه، شلون هاي الحلقة صغيرة ونعقده، يعني مو نعقده نلفه بقوة. فش راح يصير هنا؟ أقول لكم لما تحصرون أصابعك بيديكم احصروا أصابعكم الاندكس فينجر وحضنوا هيك عصروا عصر، شوفوا التب راح تحتقن، تب راح يعني قمة الأصبع الأصبع السبابة راح يصير باحتقان وانتفاخ. فدلالها شخص حي، يعني كنا حيا مهموات. الميت ما يصير عنده هاي العلامة لأن يعني ماكو عنده بالسيشن، فما يجي بلاد للمنطقة، فعادي تسد كأنك لازم خشبة، كل شيء ماكو ما يصير تفاعل. فإذا احتقن معنى هذا ماكنس بوزيتيف، يعني العفو ماكنس هذا ما نيجاتيف، يعني هذا شخص بالحياة. إذا الماكنس يعني ما صار عنده احتقان فهذا الماكنس بوز يعني بوزيتيف، عنده هذا الشخص متوفي. اختبار المعكسات العينية عندنا القزحية، سوي واحد يتقلص راح يشوف البؤبؤ واحد يحطه على عينه، عين صديقك مثلا أو عين أخوك أو عين أختك، تصل له راح يشوف البؤبؤ يصغر ويأخر ضوء يكبر، فهي من المعكسات. يكون عندهم دول المتوفي ما يصير عنده هذا التفاعل، يسمونه بؤبؤ ثابت فيكست. انعدام منعكس أو وطف القرنية ستأخذوه إن شاء الله بالأوفثالموسكوب. لما تيجي تفحص عين الواحد بالأوفثالموسكوب راح تشوف قدامك لمعة مال القرنية، الطبقة الأولية من طبقات العين، وممكن مشاهدة الأوعية الشبكية أو الدم في قعر العين بالأوفثالموسكوب. هنا أنا راح نشوف بعد ساعتين علامة مهمة من علامات الموت، وهي من أقوى العلامات الظنية. كل هذه العلامات اللي قلناها علامات ظنية مهمة، بس أكثر واحد مزكى بها أقوى واحد بها هو segmentation، stagnant segmentation، يعني البلد راح يكون بالأوعية الدموية مصير كلوت فيتكسر يعني يتقطع، يسمونه stagnant segmentation داخل الأوعية الشبكية. فهذه من أقوى العلامات الظنية للموت، هذا تظهر بعد ساعتين الوفاة. تسطح الـ EEG مثل ما قلنا، وتوقف الـ ECG، تسطح الـ EEG والـ ECG اثنين يسطحون. وهذا على الرغم من أهميته بس ممكن نشوفه مثل ما قلنا اللي قلنا عليه علامة ظنية، لأن ممكن نشوفها بالأشخاص اللي يتناولون يأخذون أدوية معينة أو مدمنين مخدرات. فإذا كان عندنا ECG واقف أو متسطح أو EEG متسطح، مو معناه 100% أنه هذا متوفي، لا ممكن هذا الشخص احتمال آخر ممكن يكون عنده ماخذ أدوية أو مخدرات. انعدام المعكسات السطحية والعميقة والجلدية والوترية العضلية كلها، التندر ريفلكس والبين ريفلكس والفايبريشن والبين ريفلكس كلها تختفي. تحط فحص آخر بسيط، نجيب ريشة تحطها على خشم المريض على فتحة الأنف، إذا أكو هواء راح تتحرك يعني بعد يأخذ نفس حتى لو خفيف راح تطلع هذا الريشة بها حركة، إذا ما أكو حركة يعني بدأ يتنفس. وضع قطعة من الزجاج خصوصا لما يكون جو شتاء على يعني بداية فتحة الأنف وفتحة الفم، إذا هو يتنفس راح تلاحظون الزجاج يصير بها ضباب. أكو فحص آخر يسمونه فحص التضوء اللي هو ترانس إليومينيشن، ترانس إليومينيشن عادة نستخدمه بالسكروتال سوالينج سكروتال إكزامينيشن، بس هنا ممكن نستخدمه أيضا تسد إيده المريض أو المتوفي، سد إيده تطبق إصابعه وتحط الضوء من جهة تلاحظ أنه أكو ماكو تضوء من الجهة الثانية، ماكو تضوء ما يطلع الضوء من جهة ثانية. أما أنتوا هسه كل واحد يحط لايت أو يحط شو اسمه الموبايل مالته شغل اللايت
يحط وراء ايده سد صابعه يحط راح يشوف ايده مثل يعني مثل الشفافه يشوف ضوء احمر من وراء كف ايده. هذا بالشيء بالاموات ما نشوفه. انخفاض الانترا اوكولار بريشر انخفاض ضغط العين. ضغط العين عاده من 14 الى 20 ملم زئبق ينخفض الى 3 ملم زئبق بعد نصف ساعه ثم الى الصفر بعد ساعتين. يستفاد منه في تشخيص الموت. عندنا ظاهره يسموها الحياه المعلقه. يعني ذولا عندهم ترهم عليهم قصص وايه افلام الحياه المعلقه. يعني شنو اكو حالات معينه يوصل بها هي حاله خاصه تنخفض فيها الفعاليات الجسميه للاجهزه المختلفه الى ادنى حد ممكن تدوم مع الحياه. يعني النبض مالته كلش ضعيف، تنفس مالته كلش ضعيف، يا دوب يقدر يظل عايش هو ما يتحرك على الفتره على هذه الوضعيه. اذا تلاحقناهم او اذا طلعوا من هاي الحاله ممكن يعيشون، اذا ظلوا يتوفون. يقول لك هاي الحالة ممكن تصير بالأشخاص طبيعيين بإرادياً، يعني إرادياً بأشخاص اللي يسوون يوغا تمارين يوغا أو الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض عقلية. دول ممكن عندهم بطريقة أو أخرى induced يصير عندهم هذه الظاهرة sustained death أو suspended death أو apparent death، الموت الموت الظاهري. وقد تحدث لا إرادياً عند الأشخاص المنتشرون حديثا من الغرق. يعني لو الجزء الشباب ملاحظية أو هم ملاحظين من يروح يسبحون بالأنهر أو حتى بالمسابح، شخص يطلعون من المسبح غرق يعني يطلع ميت، سووا له تنفس يتلاحقوا ممكن يرجع. هذا كان هو حياة معلقة ورجع الحياة الطبيعية. المصعوق بالكهرباء انضرب فات التيار خربط الهارت خربط الكهربائية تعلق، بعد لا هو ضمن الأحياء ولا هو ضمن الأموات، حياة معلقة. إذا تلاحقناه سوينا له مثل دي سي ممكن يرجع، هو هذا كان حياة معلقة. الطفل اللي توه يجي اللي يتأخر البتشي مالته، الطفل اللي يتأخر البتشي مالته هذا إذا انترك لي ثواني إذا ضربته شوية طبطبت له يمكن يوم يبكي فيعاد له الحياة. هذا شخص اسمه حياة معلقة. البدينين والرياضيين الذين واحد بدين يعني سمين أو رياضي عند عضلنشي يعني تعرض لإصابة قوية رضة قوية مؤلمة جدا، هاي من جد السيفيرتي مال البين تضرب تطي يعني ريفلكس على البرين يسوي سيركيلاتوري يعني شت داون فيتعلق. يعني هو ما ميت بس ما يقدر بعد اذا تتركه يموت، فسوي له اسعافات ممكن يرجع. الذين يتناولون جرعات عالية من المخدرات والمصابين بامراض منهكة او مهلكة فذولا نفس الشيء. فذولا ذولا الثمانية انواع اليوم ذولا الخمسة وذولا الثلاثة اذا تلاحقناهم بالإسعافات الأولية يرجعون، ممكن إذا ما تلاحقناهم يروحون، فسموها الحياة المعلقة. ليش أقول بالأفلام دائما تنذكر أو بسوالف الكبار ويورد أنه فلان بده يودوه للمقبرة وهناك حية طلع لهم من التابوت وكلهم انهزموا؟ ممكن يعني نظريا واردة هي الشغلة. يعني هو كان موت فجأة حتى لو طالع من المستشفى وشخصوه بالمستشفى أنه متوفي، ويا ما سمعنا بصراحة ما أتأكد أنه من ثلاجة الموت يحطوه بالثلاجة وطلع ثلاجة الموت هذا يحطوه وطلع. وشايفين أفلام إنه واحد في مات على أساس وطلع من ثلاجة ثلاجة طلع بالحياة بعده، واحد فتح ثلاجة فتح المجر مال ثلاجة الموتى طلع واحد بالحياة. فهي قصص لها واقع على الرغم إنه تحميلها زايد بالخيال. هذا الحياة المعلقة. طبعا أهمية شهادة الوفاة ليش احنا نركز على الموت 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 علامات الموت لازم نتأكد، لأن انت الواحد متقرر انه مات لازم تعطي شهادة وفاة. شهادة وفاة شنو معناها؟ معناها انه هذا الحياة انتقل الى العالم الآخر ورحت فينو. ترقين قيد بالسجلات المدنية، إباحة انتقال أمواله وممتلكاته، وزوجته راح تروح والزوج يعني زوج ثاني، إمكان السماح بنقل أعضائه، كل هذا يعني بسبب أنك قررت على شخص متوفي. هذا قرار مو سهل يجب التأكد منه. نتوقف الحد هنا على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة.